براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين. فسيحوا في الأرض أربعة أشهر واعلموا أنكم غير معجز الله وأن الله مخزي الكافرين. وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله. فإن تبتم فهو خير لكم وإن توليتم فاعلموا أنكم غير معجز الله وبشر الذين كفروا بعذاب أليم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينقصوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. فإذا انسلخ الأشهر فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد. فإن
ونفصل
ولم يتخذوا
منه ورضوان
أربابا من
وما وجنوبهم
في سبيل الله استاذ
وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولأوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك الأمور
حتى جاء الحق حتى جاء ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين حسنة تسؤهم وإن تصبك مصيبة يقولوا قد أخذنا أمرنا من قبل ويتولى وهم فرحون قل لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا وعلى الله فليتوكل المؤمنون قل هل تربصون بنا إلا إحدى الحسنيين ونحن نتربص بكم أن يصيبكم الله بعذاب من عنده أو بأيدينا فتربصوا متربصون قل أنفقوا طوعا أو كرها لن يتقبل منكم إنكم كنتم قوما فاسقين وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأمنون
فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم إنما وتزهق أنفسهم وهم كافرون ويحلفون بالله وما هم منكم ولكنهم قوم يفرقون لو يجدون ملجأ أو مغارات أو مدخلا لولوا إليه وهم يجمعون ومن في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من
إن نعفو عن
أعمالهم في الدنيا
ذلك
ومأواهم جهنم وبئس المصير. يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله من المؤمنين في الصلاة
الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم 70 مرة ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله والله لا يهدي القوم فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله وكرهوا أن يجاهدوا وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء فإن رجعك الله إلى طائفة منهم فاستأذنوك للخروج إنكم رضيتم
الأعراب ليؤذن
ثم تردون إلى
إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم ألم يعلموا أن الله هو يقبل التوبة عن عباده ويأخذ الصدقات وأن الله هو التواب الرحيم وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وستردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم ما كنتم تعملون وآخرون مرجون لأمر الله إما يعذبهم وإما والله عليم حكيم والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا وتفريقا بين المؤمنين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل وليحلفن مسجد أسس على التقوى من أول يوم أحق أن تقوم فيه رجال يوافقون
كفروا والله يحب المطهرين أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير أمن أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين لا يزال بنيانهم الذي بنوا ريبة قلوبهم والله عليم حكيم إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم التائبون العابدون الحامدون السائحون الراكعون الساجدون الآمرون بالمعروف والنهيون عن المنكر
يزيغ قلوب
إِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ
عليه توكل.